ايدي شاب عمره 28 سنة، من ابن 16 سنة راح على الشغل، ولا مرة بحياته قال بيوجعني شيء، كان قبل الظهر يروح على نادي وبعد الظهر يروح على نادي. عم يلعب باسكت نهار الاثنين، الساعة 8 حس بعبقة، نحن عنا الحالة بي ميت من 20 سنة هيك جرح، نزلوا رفقاته يعني ودقوا لنا، رحنا حكينا قال لهم على السريع لأنه عنا حالة فهمناهم شو الوضع يعني بسيرة لبنان، والله خلصنا وحطوا الرسور على أساس نهاية النهار تنين عشية يعني ساعة 11 طلع من السواق كل شيء كتر خير الله ماشي الحياة تمام. وطمنت أنا ضيفت يا ولدي بقلي وضيفت ويا قلت أنا خلاص نظمتنا يا ولدي يا ولدي عليك. دقوا لي الأربع أنا الخميس بدك تجيب 4000 دولار وتنعطيك الأوراق تجيبهم على الوزارة. أجوا أصحابنا وصلوا معهم إنه بندفع 3500. راح شاب صاحبي عطيته يوم 3000 ما قبلوش، ما رجع عطيهم 200 يعني 100 مشكلة عطيه الأوراق، قال هذا حق الرسور. شي ربع ساعة بيجي حكيم الوزارة قال له شو يا إيدي أنت هالعمر شابي كيف بتحط رسورين؟ أنا تفاجأت، أنا بدي أعرف إذا ابني حاطط رسورين ولا لا، وابني تفاجأ لأن ابني كتير إخر خاطره، معقول لي ابن 28 سنة يعمل بالقلب؟ قلت له حكيمنا مش حاطط رسورين ابني، وأنا بدي أعرف إذا حاطط رسورين، إنه أنا شغل بالي بصراحة، بدي أشوف شو كيف معقولة إنه حاطط رسورين وقايلين لي رسور، قلت له أنا وآخدين 3200 دولار عم بيسألني، قلت له آه بدين يا حكيم 3200 دولار، جاي ومنفعل بده يهد المستشفى يعني مش هاين عليه. قال لأمي رح يردوا لكم 1000، إحنا رافعين 3200. والباقي خلص ماشي الحال لأن اجوا بالليل وتعبوا معكم وكذا خلص الباقي انسي. بينزل ابني الصغير بيقول لهم انا بدي الفواتير المعمول مفصلين انه مش طبيعي نحن نطلب فواتير مفصله. برجع بدق لي دوك مره ثانيه بيقول لي مدام اجى ابنك عم يطلب الفواتير، قلنا لك خلص ما بقى تعملوا شيء، احسن معاش يطلع لكم حتى ال 1000 دولار، بليز ما بقى تعملوا شيء. صاروا عم يترجونا تيضبط بالسرقه تبعهم، هن لو عم يسرقوا عم بيصلحوا مانيش مقهوره، عم يسرقوا ويموتوا. في الليل نهار الخميس انا بحكي برجع مع مستشار الوزير قال لي ما زال ردوا 1000 يعني بين السرقه، نحن صار بدنا ندقق بالاوراق يعني خلص انفتحت السرقه. كله هاي البلد بينشرى وبينباع، بهالبلد ما في شيء صح، لا حكي بيعرف قلب ولا مرض بيعرف ولا شيء بيعرف، ما بعرف مين بده يعرف، مين لازم يعرف ام نعرف، كل اللي بنعرفه كلنا البوكس نحن والمستشفى عم تتمتع بال 2000 و 3000 و 4000 دولار. انا اذا بقول لك بسوان ليله العمل الميل ابني كل شوي بده يفوت على التواليت بده يعمل بيبي، هو فيش يقوم لانه مربط بالمره. يلي ماما هتي دق له يقولوا لي بدنا نشوف قديش البول، ندق على الجرس في جرس مش عم بيردوا، مرتين ثلاثه مش عم بيردوا. بعدين قمت انا ورحت لعندها قلت لها يا حبيبتي لنا ساعه عم ندق على الجرس مش عم بتردوا، احذري شو بدك؟ طلع الجرس منزوع، ليكي هالسواش ومرتب. طلع الجرس، اجوا وحده ونص تنتين عم بيصلحوا الجرس ويسيبوه، انا لو تركت ابني وجيت على البيت ايش كان بدك يصير؟ ممنوع يهز ايده، بده يفوت على التواليت ويدق يدق، ما ساعتين ثلاثه. توفى قاعد هون محمد. عايدي هون، عايدي، عايدي، هون، نايم قاعد على الصوفة هون. أنا عملت له كباية العصير، شرب هاي الكباية تقبرني. وحياة يسوع هيك هيك فسر لك المشهد ويا ريت بتصوري. برم وجهه هيك 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 هيك، غرد عينيه هيك، خلص إيدي، خلص إيدي. جبنا عدي واحد اثنين ثلاثة كان صليب الأحمر والدفاع المدني وصلوا لهون، خيو لقط له لسانه، القطنة وصلوا لهون حطوا له الأكسجين وركضنا فيه على المستشفى. وصل لتحت، فات الحكيم قعد شي ربع ساعة نص ساعة تحت. الزلمة تري ميت، الزلمة منطبط ومات، ما قال شي. طلع الحكيم قال عوض بسلامتكم وفل، ما عطى تقرير يا حبيبتي ولا رح يعطي تقرير لا هو ولا الأكبر منه.
يا ريت بيعطوا تقرير. ما نحن بدنا نعرف اشي سبب الموت، نحن قلقنا بدنا نعرف اشي سبب الموت. وانا قلت لها للمرضى تدخل اجريك قولي لي ليش كذبت، ما قدرنا نفهم شو السبب. نحن هم نوقف على نقطه، يمكن يكون بده رسول حتى واحد، يا مش حاطين انه رسول، يا حاطين رسول نوعيه ما بتسمح. اول ما قال له، اول ما اجى ابني اذا بتشوفيه طوله 1.90 وعرضه هالقد، فات الحكيم قال له اسم الله عندك عضل قوي كتير، تاخد منشطات يا ابني؟ قلنا له عمل له فحص. عملنا له تيست، قال له انا، قالوا الحكيم عمل له تيست تتاكد، لربما شاب وبركه. عمل التيست طلع التيست نظيف. اذا هلا بدهم يبرموا ويعملوا قصص وحركات، يعني يا ويلهم يا ويلهم من ربهم. بس يصير في تجاره بقش في حكمه، نسي الحكيم انه هو حكيم، صار تاجر، والتاجر بده رقمه. ولك شفتي اذا بعرف مش حاطين رستور او شيء، وحياتك لو بدي اقضي عمري بالحبس، لو بدي موت وحقضي عمري بالمقبره، امبلي وكبتها على المستشفى وعلى الحكم وعلى كل الزعران يلعن ابون. كانوا يطلبوا 10000 دولار ياخذوها مني بس ينجوا لابني، ما كنت زعلانه. خسرت ابني وحياته، ابني كتافه تاع التراب ملقي، وانا خسرت حياتي حبيبي، انا صرت جسد بلا روح. الام اللي بتخسر ابنها ما فيش افظع من هيك خساره. بدل ما جاوز ورحت حطيته بالمدافن وجيت.